اخر بريك باش نكملوا بها وسامة ليكيب تيب. ليكيب تيب لعبت في المنتخب في اليوجون، لعبت في ملعب التونسي في ليتوال ليسبيرونس، لعبت البرع. باش تعملي تشكيله باش تحط روحك انت في الوسط ومعاك 10 من لاعبين اخرين. باهي، اذا كان نبداو بالجارديان سامي هلال. سامي هلال لعبت معاه في الملعب التونسي ولا سبيرونس؟ سبيرونس سبيرونس ما كانش في الليل، ما كانش يلعبوا. اي اما ديكاليا يعجبني برشا. انا تعتبروا سامي هلال احسن جارديان من ناحيه؟ اي من احسن الجارديان لعبت عند معاه. افول على اليمين ولا حطه على اليسار؟ افول حطه كما تحب. كما تحب انت على اليسار افول، على اليمين نجاز، في اللاكس بانانا ووليد يشري، وسط انا هذلي هاب مساكني مراد هذلي هاب مساكني. وعلي تلاوز في جماعه اصحابك اي ما تبيع احسن احسن عبيد لعبت معاهم. على اليمين طيب مزياني، على اليسار يوسف وبونتا يانيك. طيب مزياني وين لعبت معاه؟ في الحومه بلايص هي ما نحبه خويا. انا قلت لك لعبت معاه على اليمين. على اليمين برا نقولوا فما واحد في مصر لعبت مع احمد حمدي يلعب في الاهلي تو ملاعبي ورجع ديجا لسموح يلعب في الاهلي المصري. اي مشى من الاتحاد مشى عامتها للاهلي بعدي وبعد رجع يلعب في سموح. احمد حمدي زكي. طيب مزياني قلت لي صحاب برشا انت وياه تبارك الله عليه ما تلقاش حظه كيف هكا فيها بها تو في تعتبره تظلم في الفترة هذيك. اي فالور سيور طفل ملاعبي ملاعبي برشا لعبي برشا ما نجم حتى حد يعني يزوز ما نجموش تخالفوا في الراي معاك فهمت. في الطفل هذاك ملعب ما لقاش حظه هذيك حاجه اخرى يعني ما نعرفش انا الكواليس مي هكا رجع هكا تو يكور ربي بخ عليه الستر حد جا عمل كوبا ربح لو. اي صحيح كانت هذه ليكيب تيب مع اسامه البغاني.